كابتن عبد الجليل، كيف سيلعب حسام حسن مباراه بكره؟ انا سامعك في المداخله مع ابو مسلم، لانه في كذا وجهه نظر فنيه. وخد بالك انت بتبني على رايك انت الشخصي كعبد الجليل، وبرده اتجاه كابتن حسام حسن اللي ظهر برده في الماتشين بتوع دوره بطوله مصر اللي هو فنزويلا وكرواتيا. الخيارين كويسين، يعني بيفكر لو لعب بتفندر واحد ويمين وزيزو وشماله امام، هي هي دي اللي فيها الكلام كله، هي وحراسه المرمى، انما محمد هاني فدي اللي هتحدد طريقه اللعب بتاعت حسام. هتلعب باثنين بتفندر واحد، ولا هتخزن زيزو ده للشوط الثاني وتلعب بمروان وحمدي وقدامهم امام. امام هتديله مهام هجوميه مع صلاح مع مصطفى مع تريزيجيه، هتبقى أكرم. مروان وحمدي مش اكرم، ومروان مش اكرم. بص، اكرم محطوط باك رايت، حسام ليه؟ لان انت عندك كوكا. حسام مش لا، اذا احتاج باك رايت هو موجود. بس انا بقول لك لو انت خيرت بقى مش اكرم ولا كوكا، هقول لك حسام يدي كوكا، يعني اللي جنب حمدي او جنب مروان. ما حمدي ومروان، لو انت هتشيل مروان هتحط حد جنب حمدي، مش هتحط اكرم. انا مش بشيل، هتحط امام. بسالك هل قصدي هتحط يعني لو حمدي ومروان واكرم وكوكا، اختار الاثنين. اعتقد مروان، اختار الاثنين بدماغ حسام حسن، واختار الاثنين بدماغ عبد الجليل. بدماغ حسام حسن هي ممكن يعني كوكا ومروان وامام، مش هيحط حمدي. ده دماغ ولا حسام اكرم ولا اكرم يبدا دماغي كده. انت مروان نهي نهائي افريقيا وامام في نص الملعب، رامي ربيعه وعبد المنعم. طب قلت كوكا كابتن حسام يحط عشان بيحبه قوي او بيقتنع بطريقه لعبه قوي، وفي كلام ان كان عايز يلعبه باك ليفت بس خاف منها دي، فهيخليه. وانا هفكرك ان هيبقى تبديله بدري قوي، او يعني تبديله او يبدا بيه او يبتدي بيه. طب وانت لو انت اللي هتحط مروان وحمدي وامام؟ مروان وحمدي، لان مروان وامام مع بعض في نهائي افريقيا ورجليهم ماشيه، حمدي جاي من بره وفورمه عاليه. تمام. استاذ خضر، لغايه دلوقتي الناس مش قادره تحسم الشناوي ولا مصطفى شوبير، يعني كل شويه في التمرين تشعر ان الشناوي هو اللي سوقه اعلى، وبعدين العقل يرجعك تاني يقول مش يعني 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 برضه ما هو في عقل بيقول ان الشناوي ما لعبش ولا دقيقه. طيب. ولا ماتش. هقول لك مفاجاه، هقول لك مفاجاتين دايما اجي لك انا كل. طب يلا. قلت لك انا محمد شحاتة قبل اي حد المره اللي فاتت، تاني يوم الناس كلها على نسبه العقد يعني. لغايه دلوقتي بتاعت طلع الجيش لنسبه من مكافاه الكونفدراليه. ايوه. مليون ونص جنيه. ايوه بالظبط. لغايه دلوقتي ولا الشناوي عارف ولا مصطفى شوبير عارف. لغايه دلوقتي الساعه دلوقتي كام؟ الساعه 1:30. ولا حد يعرف. ودي جديدة على منتخب مصر. طب وهل ده صح؟ طب ما يعني انا بقول لك بقى، خد التقيلة بقى، خد التقيلة بقى. ولا اللعيبة تعرف التشكيل. التشكيل هيتعلم بكرة في أوضة اللبس في استاد القاهرة. ما أعتقدش. تاني اسمعني. صعبة. يا باشا اسمعني، خدها مني. خدها مني. أصل ما فيهاش اعتقاد، أنا بقول لك جايب خبر مش بعتقد. اللعيبة. كور السبت حسام بيعملها. يا فندم. التشكيل بيقوله. التشكيل هيتعلم بكرة في أوضة اللبس في استاد القاهرة. بقول لك جايب خبر. ده خبر مش حد يعني. كده ما بقول او فكر مش او توقع منه. لا خبر. يا جماعه ده منتخب مصر محاضره من بالليل ومحاضره الكور السادسه بتتقال كده خمس دقايق. بص يا كابتن شبانه، بص يا كابتن شبانه، تشكيل منتخب مصر هيتعلم بكره في اوضه اللبس في استاد القاهره قولا واحدا. طب مش في حاجه اسمها اللعيب. انا ما بقولش صح، انا بقولش صح او غلط. ما انا فاهم خلاص صح. انا بديك خبر، الخبر بتاعي انا بديك خبر نحلله عشان عندي خبر تاني. لكن ما الخبر اللي خلينا بس في الخبر ده، انا بقول لك بكره الخبر الاولاني ده قوي قوي. لا غريبه ده، انا مستغرب. استحاله. ما تنفيش الخبر اللي بقوله. استحاله ايه ده؟ انت خبر صح مش في الكوره دلوقتي. مش مصدقه. ما انا خدت 3500 محاضره قبل الماتشات، ما عمري ما خدت تشكيل في اوضه لبس. لا التشكيل ليله قبل الماتش بساعه. انا بقول لي التشكيل، قول لي التشكيل. انا عايز واحد في مصر يطلع يقول لي التشكيل. لا المدير الفني يا كابتن من بالليل من النهارده هو خلص حاجة. محاضرته دلوقتي. لا اسهل حاجه ان احنا نجيب التشكيل. لا ما هو خضر بيقول لك حتى الان ده خبر مش توقع منه. لم سريه قصده الكابتن حسام حسن لم يبلغ لم يبلغ حارس المرمى اللي هيلعب بكره ان هو اللي هيلعب. لا ده بيقول لك الفرقه كلها وما قالش التشكيل لغايه. لا يعني الفرقه كلها. طب انا ممكن اتدخل بعد اذنك؟ ده مش جديد، خلي بالك في المنتخب الكابتن حسن شحاته كان بيعمل كده. كان يعلن لسبب واحد، كان يقول لك انا اتنين بيتين مع بعض، كان لسه ايامها اتنين. لا مين قال كده؟ انا بقول لك هو الكابتن حسن شحاته نفسه
كان الكابتن حسن شحاته يقول لك اتنين بيتين مع بعض في اوضه واحده. كلموا لنا يا جماعه كابتن سيد معوضه وكابتن احمد عيد. اقول لي واحد اقول لي واحد هل كابتن حسن شحاته كابتن حسن شحاته قال لك اتنين بيتين مع بعض؟ هل كابتن حسن شحاته بس ادي للناس حلوه؟ هل كابتن حسن شحاته فعلا اصل دي تبقى مدرسه جديده دي غريبه؟ كان يقول لك اتنين بيتين مع بعض واحد يبقى عارف انه يلعب والتاني كابتن حسن شحاته فعلا كان يعمل ازاي مع بعض في الاوضه؟ طول عمرها كده قبل المباراه بساعه او ساعتين داخل غرفه اللبس ولا لا؟ كانش يعلم بالليل، كان في المحاضرة يعني الصباحية هو اللي كان يعلم فيها هيلعبوا ولا مش هيلعبوا ولا لا؟ اسألونا كده بسرعة وعرفونا. الحاجة التانية انه الكابتن عبد الجليل اشتغل مع الكابتن حسام، الكابتن حسام كان بيخبي على المعاونين بتوع التشكيل. ما حدش كان غير واحد بس اللي بيبقى عارف التشكيل، صح ولا كابتن؟ صح. ايه؟ كابتن لا مش ابراهيم. فنين مين يا كابتن كان عارف سليمان. التشكيل كابتن طارق الوحيد اللي بيبقى عارف وبيروح له بالليل في ليلة المباراة بيروح يقول له كابتن طارق. كان كده فعلا بيحصل كده؟ ما كانش بيقول التشكيل لحد؟ من المقربين منه قوي كان بيشك ساعات ان اللي شغال معاه دوت ممكن يطلع للعيبه يقول لهم انت بكره بادئ يعني ياخد يعني هو بطبيعه الكابتن حسام ما بيقولش التشكيل ليله الماتش؟ لا 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 بيقول ليله الماتش طبعا او الصبح في المحاضره اللي بعد الفطار في الفندق وبعد كده بنطلع بيقول الكور الثابته على السبوره بس في الملعب في اوضه اللبس كابتن بطبيعه الكابتن حسام حسن بيقول بالليل في المحاضره الصباحيه وفيديو بالليل لازم يعني المدرسه اللي هي برضو بتاعت بس المحاضره بس الصباحيه بس شويه ودي حلوه. طب انا اقول لك حاجه، المحاضره الصباحيه الكابتن حسام لانه بالليل كان بيروح يخبط على الكابتن طارق وانا عارف الكلام ده وانا عارفه والكابتن حسام قاله وانت اكيد شفته، كان بيروح يخبط على الكابتن طارق بالليل ويقعد معاه. طب لا ده انا جات لي فكره دلوقتي نشوف نعمل ايه، واحد اتنين تلاته. كابتن حسام شغال لحد لحد الصبح دماغه شغاله وتغييرات. هل الكابتن ده كان ده وهو انت شاهد عام يعني الكابتن ده كان بيحصل وما كانش بيحصل؟ ايوه كابتن يحصل في نادي مصر المقصر. احنا بقوله على اسلوب مدرب لا منتخب مصر اسلوب مدرب منتخب مصر اسلوب مدرب اقول المحاضره واحنا نازلين زي زمان فيلم لا 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 الصبح انا بقول لك يلا هو بيختلف يا كابتن وشد حيلك وسخن يعني ايه يعني ايه يعني مدرب يعني مدرب يعني ايه اسلوب مدرب في منتخب واسلوب مدرب في هو اللي قصده ان اسلوب المدرب يبقى واحد لانه هو ده على شخصيه المدرب وطريقه تفكيره. طب ايه الخبر الثاني؟ الخبر الثاني ان احنا ممكن نفاجئ بكره بطريقه لعب مختلفه تماما. ثلاثه بقى تحت هتشوف ممكن تلاقي ممكن ما تلاقيش باك ليفت خالص، مش كل عمال يقول فلان وفلان ممكن ما تلاقيش باك ليفت خالص فكره وممكن هتلاقي طريقه لعب ثلاثه سردباكات بقى وقدامهم اعتقد اعتقد ما هو عمر هم لعب ثلاثه خمسه اثنين بقى والحاجات دي بنسبه كبيره بنسبه كبيره بنسبه كبيره وممكن تلاقي مفاجات في التشكيل. ده معناه ايه؟ ان صلاح يلعب جنب مصطفى محمد بقى فيرود بالظبط بالظبط واضح انه كان مهاجم يبقى انا اتاكدت انه كان فيرود اتاكدت انه كان فيرود ايوه طب لا ما دي خلاص اكدت لي خلاص تريزيجيه يلعب ايه دي اكدت لي هيلعب تريزيجيه يلعبه بقى وينج ليفت وباك ليفت لا هيلعب نص ملعب ناحيه الشمال ولا امام اللي هيلعب ناحيه الشمال حد فيهم لو هو لعب ثلاثه هيغطي باك ليفت حمدي فتحي باك ليفت ممكن يغطي ورا مش عارف لا ما اقدرش يغير يا جماعه في يوم وليله من بص انا عندي انا عندي الخبرين يا كابتن عبد الجليل خدوهم ورمهم للبحر انا قلت الخبرين طب ماشي الخبر الاولاني ده هنتاكد انما الثاني ده هيبان بكره هتأكد منه هيبان بكره انا ايوه الثاني انا بقول لك الاثنين هيبان بكره هيبان بكره لا مش هيبان ان هو قال قبل بالليل ولا ما قالش ولا قال لا ازاي لا ازاي انما الثاني هتبان من التشكيل ايوه انا بقول لك انا عندي معلومه قد تكون غلط انا عندي معلومه ان في تغيير في طريقه اللعب خالص ممكن تكون غلط اشك اللي دلوقتي بلغونا الاعداد انه كابتن سيد معوض بيقول ان الكابتن حسن شحاته فعلا ما كانش بيعلن بالليل وكان بيعلن في المحاضره اللي هي الدهر. الصبح دي او الظهر ده بالماتش ده طبيعي لكنه اللعيبه كانت بتعرف التشكيل من اخر تمرين تمام انا بقول لك التلميح يعني اخر تمرين هو كان عنده مدرسه انت بتبقى عارف خلاص التشكيل من اخر تمرين بس هو عشان ايه نحتاج يغير الليل الصبح لغايه يبقى مدارس برضه ان هو يغير انت بتبقى عرفت خلاص انك هتلعب من التشكيله ثانيه واحده بس من التمرين الاخيره انت عرفت انك هتلعب خلاص بس ربما يجي له فكره انه يغيرك تمام فبيقولش بالله انا نفسي بقول لك الكابتن حسن شحاته كان يقول لي انا ما اعلنش اثنين بس الخضر بيقول مع الكابتن حسام هيعلن في اوضه اللبس ما انا بقول لك لا المحاضره الصباحيه
الكابتن حسن شحاته كان بيقول لك انا اتنين نايمين مع بعض، واحد عارف انه هيلعب والتاني عارف مش هيلعب، يقعد التاني يهزر الليل كله ومفيش تركيز وضايع التركيز. لا ده اللي مش هتلعب حاجات كده، ده الكابتن حسن شحاته ده كان بيقولها. الحاجه الثانيه، الكابتن حسن شحاته كان ليه طقوس، هو الكابتن عبد الجليل بيقول لك المدرب كابتن حسن شحاته في ناس لو ما لقاهاش واقفه في المكان اللي هو كانت واقفه فيه في الماتش اللي قبليه بيزعل. طب خلينا على يعني كابتن حسام بيتكلم على حسن شحاته كان بيتكلم على خسارة. طب خلينا نرجع كابتن حسام هيعلن التشكيل في استاد القاهره، ده اللي عندي في استاد القاهرة. أيوة. مش حتى في محاضرة في استاد القاهرة، مش المحاضرة بتاعت الصبح في استاد القاهرة. تمام، على الصلاح سالم ولا على الصلاح سالم بقى للاستراد زي ما انت عايز. ماشي، ما بقول لك خبر ما بيقولش. طب اتأكد انت وتجيبها لي لو سمحت. ماشي، بكرة نجيبها. انا ما هو مش هيقول الأمانة صح ولا غلط.